هالاند سيكون أول لاعب ينفذ الركلة الأولى، لاعب ربما نقول أعصابه من حديد. أول ركلة سينفذها هالاند، ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات، كرة في المرمى. بيلينغهام عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بداية جيدة وركلة جميلة لتصبح النتيجة التعادل 1-1. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. الآن يتقدم اللاعب الثاني. تقدم وسددها بكل ثقة، هذه ركلة جزائية مذهلة. يتقدم بثبات. يا هدوءك، حطها بشكل جميل في وسط المرمى. ثالث منفذي الركلات. كرة التعادل الآن، نتيجة 3-3. رابع لاعب في ترتيب المسددين. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدأ لي أنه مستحيل التصدي لها. الآن الدور على اللاعب الرابع. توقع صحيح من الحارس، كان بالإمكان أفضل مما كان. الركلة الخامسة دائما ما تكون مهمة. الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. خامس لاعب من أجل تنفيذ الركلة. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. يتقدم اللاعب السادس. وكرة في القائم. لعبة جميلة لكنه لم يكن محظوظ، ضربة ضائعة. إيدرسون عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك لكي يكون هو النجم، لكي يعيد الأمل لفريقه. كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. ومع اللاعب السابع. حسرة كبيرة، نعم نعم، لقد ضيع الكرة. إيدرسون هو الأمل الأخير لفريقه، إذا صد هذه الركلة وإلا انتهى كل شيء. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الأطمئنان. الآن حان وقت الركلة الثامنة واللاعب الثامن. الكرة تصطدم في القائم. إيدرسون إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه، طموح الفوز لا زال موجود. كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. اللاعب التاسع في قائمة اللاعبين منفذين. يضعها في المنتصف. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة. المسدد التاسع يتقدم.
يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء السعداء. المنفذ العاشر يتقدم الآن. سددها بطريقة سيئة. إيدرسون عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك لكي يكون هو النجم، لكي يعيد الأمل لفريقه. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان، دراما كروية كيف ستنتهي مع اللاعب الأخير في قائمة اللاعبين منفذي. يا إلهي، الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى لكنها لا تصل إلى المرمى. يا له من سوء حظ. إيدرسون هو الأمل الأخير لفريقه، إذا صد هذه الركلة وإلا انتهى كل شيء. أوه، كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. هالاند يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد ركلته، يلعبها لكنها ضاعت. إيدرسون إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه، طموح الفوز لا زال موجود. ركلة أخيرا حددت الفريق الفائز بعد ليلة عصيبة. لقد أحسنوا بالتماسك حتى وصلوا إلى ركلات الترجيح، لكنهم سقطوا أمام ضغط ركلات الترجيح بعد ذلك.